صباح الخير عليكم، صباحكم بربحكم والنوار والياسمين، فما راحكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. على بالي غيبت ولا غبت عليكم ماشي غيبت. المهم عندي مده ما بنشتي طليت عليكم بهذا لا فيديو، روتين خفيف ظريف. بديت طيبت الاغراض تاعي الصباح وتسلات الحوايج راكم تشوفوا فيها، راهي تسنى فيا راهم. واش نقول لكم، الدنيا تاع حوايج باسكو ما كانش كاين الماء الوغ تليمولي هنايا. بعد ما طيبتها حمرت الكسره تاعي ولا الاغرم ولا الفطير، كل واحد واش يقولوا، غير الله الله انا نحبو قهوه حليب. شوفوا ما كنتش نشرب كامل قهوه حليب، كنت نشرب حليب وحده مع اي حاجه نورمال عادي. من بعد ضربت لي القهوه في راسي، وليت ندير شويه تاع قهوه في الحليب، سختو مع الاغرم تجيني واحد البنه عندي ما نقولكم. تشاهيتكم في الجنه ان شاء الله. كان شويه كرواسون للدراري، انا جينيرالمون ما نحبش ناكل الحلو مع الصباح، ما الدراري ما نحبش نمدلهم، مي كي شراه حطيته. هنايا الحوايج راكم تشوفوا الحوايج والدنيا تاع الحوايج. حوايج كحوله دائما اللي نغسلهم بالبرودوي تاع الحوايج الكحوله، وعشاك فوا نشري حاجه جديده يعني باش يكون متوفر، ندير نحطهم في الماشينه تاعي، ندير لهم بوشون على حسب لا كانوا مسخين. ماشي على الكحوله باسكو تشوفوا هذوك الفونسي هي جينيرالمون ما نخلطهمش، كيما هذاك الجين كلير وهذوما دوك نحيهم باسكو نخاف يدبغوا لي الكحل يتلقى عليهم يولوا لا كولور تاعهم ماشي شابه. سينو كي ندير الجين وحده وهذوما الكحوله وحدهم والالوان الاخرين وحدهم قلبي راه معمر كما يقولوا ناس زمان، زعما كي يكون الكاس ولا حاجه تفرغ وتفيض يعني تفرخها فوق حدها يقولوا واش بك قلبك ما معمر هكا. كان راني اليوم بعد ما درت الحوايج جيت غسلو ورحت نشرب قهوتي الاز شويه حليب وشويه قهوه، الله الله وراني معها. ثم قعدت في راسي نطلع في الافكار ونهبط، شد التليفون تاعي نشوف لي ميساج تاع الانستغرام، نشوف لي كومونتير، نوجد لي فيديو، نخمم واش راح ندير، واش عندي واش ما عنديش. المهم كي نكون مريحه هكايا مخي فارغ نبدا نرتب في افكاري. هكا ديروا سيو تنوضوا الصباح بكري خدموا كلش الاز قبل ما ينوضوا ولادكم مساكن، باسكو كي تكونوا تشربوا هما دايرين الفوضى تتقلقوا الوغ تولوا تخرجوا ساعه فكاع فيهم. هنايا بعد ما كملت ندور للشغل بيان سور لا كويزينيا راني غير نخلط. المهم كويزينيا تاعي راهي في حاله، من ذاك ننساها نخليها على دوكا، قلت لازم نخدمها كما نخدمهاش كيف كيف نقول خلي من بعد غدوه غير غدوه حتى يجوز الوقت وزيد تتمرمد. هي حكمتها حكيتها مليح مليح بهذاك البرودوي، من بعد مسحتها اللي نمسح فيها الشغل تاع الكوزينه ما يخلاش. دخلتي ليها والله ما نخرج، انا تجيب لي نص النهار هذاك كي والو، الفرنو لازم كل ما نطيب موراه نعاود نغسلو. المهم راكو تعرفوا التسياق البوطاجي باسكو لي دامس بك. هنايا كتشوفوا فيا يعني نمسح بهذا تريكو صفر ما نسحقوش، توجور كي ندير البرودوي لا جافيل نمسح به باش من بعد نكمل نرميه، باسكو لا درت شليقه تاع البوطاجي من بعد تولي تتلاصق وتتعفن ونرميها، الوغ هذوما لي ما نسحقهمش خير. نجوز نوجد الفطور تاعي، درت مقارون بيض، كانت عندي شويه تاع لحم مكفت ولا فيونداشي خليته مقبل باسكو كنت طيبته لهم خبيته وجبته مع الصباح. هنايا درت له لي زيبيس والثوم، درت له ملح في الكحل، شويه تاع كركم، شويه تاع عكري، درت له شويه توابل الدجاج هكايا كوري دجاج، خلطهم كيف كيف خدمت بهم مقبل كباب. واليوم خليته درته هنايا في المقله تاعي، اللي حب البصل ديروا له البصل باش يجي بنين باسكو انا ولادي ما يحبوليش البصل طايب، الله ما حبيتش نديرو. من بعد نحط له المكرون بيض تاعي، شويه تاع شيدر من الفوق وشويه تاع معدنوس، واش نقول لكم يجي خفيف وبنين وثمثم يوجد. نقصوا علينا نهار باسكو توجور نخمو في واش نطيبو. هنا مع العشيه كامل راحت حبيت نبدل شويه، وديجا الحال راهو بزاف شباب وروعه ماني في كيما راكم تشوفوا فيه، راهي واحد لافريشور ما عندي ما نقولكم. سورتو مع الوقت مع 6 ونص هكاك تكون الشمس هبطت، شويه نحب بلايص ما يكونش فيهم الغاشي والهامج، ونزيد نحبوا الاحصينه العواد، ما كاينش اللي ما يحبش العواد. رحت قلت نبارطاجي معكم تشوفوا معايا شويه، اللي يحب يروح يروح. بون هذه جايه في بديده بزاف هايله، اللي يحب يروح يدي ولادو هكا يشوفوا يكتشفوا يلعبوا، ما كاين ريستوران ثما ولا وين ياكلوا بيتزيريا نورمالمون، يبيعوا لي ساندويتش وهكا عفسه.
ياكلوا وانتو ليكا بزاف بزاف هايله. نخليكم تشوفوا شويه هكا لقطات وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر اذا قدرني ربي. نزيد لكم فيديو واحد اخرى، يا شجعوني وقولوا لي زيدي باسكو على بالي عندي بزاف مع بنت، قلت نطلع عليكم. زيدوا شجعوني نزيد نطلع عليكم. هيا باي باي، دمتم في رعايه الله وحفظه احبتي في الله. سلام، تنساوش تصلوا على رسول الله.